أهلا بكم إلى الأسبوع السوري. في حلقة اليوم نسلط الضوء على دور الفن في تجسيد معاناة الشعب السوري، وكيف حقق العديد من اللاجئين إبداعات في مجال الرسم والأشغال اليدوية بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها، حتى أن البعض منهم تمكن من تجاوز إعاقة فقد الأطراف وأبدع في تجسيد المشهد السوري. في تركيا تستقبل مراكز دعم المرأة والأسرة التركية بعض اللاجئات السوريات لتعليمهن حرفاً يدوية وأعمالاً فنية كالرسم والموزاييك، وذلك بهدف تجاوز معاناة اللجوء ومساعدتهن على الاندماج في المجتمع. التفاصيل في هذا التقرير من مدينة حران بشال لأورفا. دخلنا على مخيم بتركيا، هون المخيم اللي بتركيا دخلنا عليه اسمه مخيم حران، صرنا فيه هلا هون تقريبا 3 سنين، وانا كنت معلمة بحمص، كنت درس فنون، كل انواع الفنون بكامله، وانواع السيراميك، انواع الاشغال الفنيه، يعني شوفي فنون بحمص كنت انا درسها اختصاصي، يعني ضمن تعليمي كنت اعلمها انا بحمص. لما طلعنا لهون على المخيم عم بيسالوا مين في بيعرف حرف، قلت لهم انا بعرف اعلم. قال شو بتعلمي؟ انه كنت اعلم انا نسيج بحمص، نحن بقول له بسوريا تعليم سناره، النسيج بقولوا له تعليم السناره، فانا هون علمت بالمخيم، صرت اعلم بالمخيم البنات عن النسيج، امنوا لنا صوف اداره المخيم، مشكورين جدا، كل الطلبات اللي بدي اياها امنوا لي اياها، امنوا لي صوف، امنوا لي مكان لتعليم البنات، علمت كل دوره تقريبا 40-50 بنت، يعني حتى في دوره صدفت عندي 80 بنت. طبعا من جميع الاعمار، الاعمار مختلفه، ضلينا نعلم بالمخيم حوالي سنتين ونص، شيء 300 بنت تعلموا، يعني حتى تعلموا الحمد لله صاروا يشتغلوا وياخذوا مورد. بعدين اجت فتره انه قالوا في مركز برا بحران لتعليم الحرف للسوريات، قلنا لهم بنروح بنشوف، قال في تعليم حرف سيراميك، قلنا لهم بنروح بنشوف شو هاي الحرفه، لان احنا ببالنا كسيراميك السوري، فنحن هاي الحرفه اجت علينا جديده. السيراميك السوري نحن معروف شكل نشي وغراء، بينما السيراميك اللي هون التركي فهو عبارة عن غضار أو الفخار، لأن هذا بسوريا بنقول له فخار، فنحن دخلنا بالتعليم هون عندهم ما نعرف عنه شيء إسا، تعلمنا هذا التعليم نحن هون بتركيا، نجي بكير بنداوم الساعة 9-9:30 كلياتنا بنكون هون موجودين، البنات مع الخوجة كلياتنا بنداوم هون من 9 للساعة 2. نحن عندنا هون بيجوا معي بالمركز من حران، تجي سيارة بتاخذنا كل يوم بكير وترجعنا. عندنا سيارة سيرفيس خاص، نحن 25 بنت. بياخذونا بكير وبرجعونا بعد الظهر على المخيم. عندي بالخياطة 5 بنات كانوا، والكوافيرات 5، سيراميك 2، موزاييك 4، أخشاب 3. فهذول البنات كلياتنا كل يوم بكير بنجي الساعة 2 ورجع بياخذونا. طبعاً هون الخدمة مؤمنة، شو بدك موجود؟ شو بدك تطلب يعني؟ للمساعدة موجود هم معهم، يعني الحمد لله حتى البنات تعلموا مردود إنهم بالمستقبل إنهم يعيشوا منه، يعني إحنا تعلمنا هذا كشغل جديد نستفيد منه كحرفة كعمل جديد غير هذه الحرف، يعني غير الحرف اللي نعملها بالنسبة لحرفتنا. بالنسبة للحرف الثانية بنات الأخشاب، طبعا بالنسبة للأخشاب إحنا في سوريا ما كانوا يعلموا أخشاب للبنات، هلأ هون مركز الأخشاب اللي عم بيعلموا فيه هلأ البنات اللي عم يتعلموا، طبعا هي الماكينات كبيرة، الماكينات اللي عم يتعلموا فيها كبيرة، لكن اللي عم تطلع القطع بالأخشاب ألعاب، شغلات حيوانات صغيرة مثلا، ميداليات أحرف تصير مشان يتعلموا فيها. بس بالنسبة للخياطة، بنات الخياطة تعلموا دورة كمان 6 شهور خلصت دورتهم، هلا عم يشتغلوا كمان الحمد لله عم يعرفوا يخيطوا لحالهم. بنات الموزاييك عم يتعلموا كمان عنهم بالمركز، كمان عم يشتغلوا معنا بالمركز كل يوم بيداوموا. هلا بالنسبه نحن اللي هون اللي عنا بالنسبه لشغلنا هذا، هي الشغل هي اكلت انا معي يوم، هي قطعه اكلت معي يوم كامل لانه بدها تقنيه. طبعا اذا كانت صغيره فينا تشتغل باليوم 2 بالنسبه لدوامنا، فينا هي انا من 9 لـ 2 تلحمها وحده كبيره. هلا هي بتلحق معكس انه هي بدها فوق منا طبقه ثانيه مشان تصير مثل ملسم. هلا هدول عندك فينا كل ما كانت القطعه
متقنة بالشغل كل ما كانت جودتها أحسن وسعرها أكوس، يعني بيجيك سعر مردودة أكثر. هلا المردود السعر اللي عم يجيك يعني بتقول أنت تقريبا مو احتياج، يعني احتياج كامل لا، يعني مساعدة، يعني معاونة للي معك أنت للي عم تشتغلوا إيه، يعني تجيك معاونة بس منيحة، يعني ما أنه مثلا معاونة على الأخير لا، بس يعني 50% معاونة إيه. هذا شغلنا نحن بالنسبة لنا كويس، يعني الحمد لله يعني مردودنا ماشي الحال. هذا هلا نحن هون عنا بالقسم شو بدك تشتغل تشتغل. هلا مثلا اشتغلنا هذول نحن بنقول لهم هون بنقول لهم تواصل نفع زبادي. البنات عم تشتغل، عم فينا نشتغل لوحات لوحات. هلا في عنا عم نستعد للاغراض، عنا الاغراض هون كلها جاهزه، جهزنا على الاغراض. هلا في عنا غرفه هون جاهزه لكل العرض، عنا معرض بعد العيد، هلا في معرض ان شاء الله بعد العيد بدهم يفتحوا لنا اياه باذن الله، وطبعا هذا كله معروض للبيع. شو في قطع بالمعرض كلها معروضه للبيع، ايه كلها ضمن البيع. ردينا صار لنا 6 أشهر هون، 6 أشهر ونص. مهنة المزايك هي حرفة قديمة وعم نتحاولها، عم نحاول نتعلمها هلا، الحمد لله تعلمناها يعني بفضل زوجتنا. هي عبارة عن قطع صوف بالصابون ونحطها على اللوحات، أول شيء على اللوحات. كمان أول ما بدينا بالصوف حطينا قطع صوف صغيرة نحطها على الطاولة. بعدين صرنا باللوحات رسومات، هي مثل ما انك شايف اللوحات هذول هي عبارة عن قطع صوف نحطها بالصابون وعلى الرسمة نحطها، وبعدين بإيدينا يعني ندعكها بإيدينا لحد ما تصير مثل اللوحات اللي شايفها انت. الدرجة الأولى إنه يعني راحة نفسية، وهو العمل جوهر الإنسان، يعني يحس الإنسان بقيمته وبوجوده وبكيانه وبشخصيته. يعني طبعاً لما الوحدة تطلع وتشتغل وبنفس الوقت تتعلم مهنة، يعني أكيد يعني هذا قيمة إله. وبتمنى كل النساء يعني إنه يتعلموا ويطلعوا ويشتغلوا، يعني هاي بالدرجة الأولى يعني منه تستفيد وتفيد. ومن ناحية الأتراك يعني التركيات عين الله عليهم ما شاء الله، يعني جد يعني عندهم حصة لله وضمير ووجدان، يعني بالعكس معاملة كتير طيبة، ونحن مثل الأخوات هون يمكن وأكثر. تميت بالمخيم قاعدة 2 سنين، لا طلعة ولا فوتة. حتى إجانا هذا الشغل صار يدوروا عنه، حدا بده في عدة مهن عدة شغلات، من بيناتهم اخترت النجارة، كانت الخشب حيطين، اخترت الخشب. في كتير اعترضوا منا انه اشتروا خشب، قلت لهم خلينا نشوف، خلينا نشوف الحياة، خلينا نجدد، خلينا نعرف ايش في. في كتير يعني اعترضوا، قالوا لي انه خشب بعد ما اجينا لهون اجوا معنا، يعني كثير اجينا لهون قال هي الشغله ما هي شغلتنا، يعني احتمال نحن نرجع لسوريا. قلت لهم يعني نحن هلا عايشين بتركيا، ما لنا عايشين بسوريا، خلينا نعيش هلا، نحن خلينا نعيش للمستقبل. انا ضليت لحالي هون وحده، انا وحده ثانيه. شفت الشغل انا عجبني، صرت احكي لهم انه بدنا بنات للشغل، حدا بده يجي بدون ما بعرف ايش ما حكي. قال شغله الخشب مو قلنا هي شغله زلام، بدها عزم بدها. قلت له لا، اللي بيروح وشوف
غير. يعني صحيح انه والله الشغل المكانات كانت لعنا بسوريا بالمجتمع نحن الشرقي كانه نحن شرقيين بدهم زلام بدها هي الشغله. قلت لهم احنا خلينا نكون احسن، خلينا نجرب حياتنا، خلينا نعيش ونشوف. قالت استغفروا ما بدها هي، قلت انا رايحه. تمت مستمره، تمينا مستمرين هلا صرنا 6 شهور الحمد لله. تعلمنا شغله حلوه كويسه، يعني انه رجعنا احتمال رجعنا لسوريا نكون في عنا مهنة. صرنا هون نحن جينا تعلمنا، نقلونا العاب خشبيه، جينا شفنا هون عجبنا انه العاب بس كرمال الاطفال. انا يعني والله بالمستقبل في عنا اطفال بنساوي لهم اياهم خليهم يفرحوا. القصه كثير علمنا، تشغل كثير، اشتغل معنا بهداوه، علمنا كل خطوه بخطوه يكون معنا. نحن جينا تعلمنا هي شغله الالعاب الخشبيه، تعلمنا هي كرمال الاطفال. اطفال عشنا بجو حرب، اطفال عاشت بجو حرب، انه يخلينا نتعلم نحن هالشغله كرمال الاطفال، نزرع بسمه، نرجع لهم روحهم، نرجع لهم الامل بالمستقبل انه نبني سوريا من اول وجديد. في محاولة لتقديم رؤية جديدة لمشاهد الصراع في سوريا، قام أحد الفنانين التشكيليين السوريين بعمل معرض في بيروت تحت اسم مشهد عن بعد، قدم فيه ملامح فنية جديدة عن مشاهد الصراع والألم التي تلف معظم المدن السورية. بلشت تجربتي بكلية الفنون الجميلة، بعدين فعليا بتنتقل بعد التخرج تنتقل للساحه، بتقدم نفسك بشكل معزل. كانت الشام نافذه كثير كبيره لان نقدم نفسنا، كنت وين ما كنت باي وين وصلت تجربتك قادر تلاقي نافذه صغيره تفوت تعرض وتسمع الانتقادات، تسمع العالم الاكبر منك يجوا ينتقدوا لوحدك فتستفاد من هذا الشيء. كانت الساحه كثير مهمه بالشام بالنسبه لنا. هلا بعد هاي الفتره تقريبا الشام ما عاد فيها هاي الانشطه مثل قبل، اضطرينا ننتقل مساحة أخرى وكانت هي مساحة بيروت. يعني وما سهل تنتقل من مكانك من بيتك لتعرض لعالم أو تعرض في مكان آخر أنت بالأساس بعيد عنه، ما بتعرف هاي البيئة، ما بتعرف آلية تفكيرهم عاداتهم تقاليدهم رغم القرب يعني بالأخير. فكانت تعمل تجربة هون 2014 فينك تقول بلشت أفهم شوي أنا آلية التعاطي مع الفن ببيروت وحبهم لإله. يعني اكتشفت في حب فظيع وفي اهتمام جدا مهم بالفن ببيروت. وهذا الشيء شجعني اني ارجع انا بعد سنتين اني بتجربتين جداد وارجع اعرضهم ببيروت. بعتقد اول شيء انه بالضغوطات عم نعيشها بهي الفتره بسوريا، دائما بعتقد الالم في له مبررات كثير قويه وفي له ردود فعل اقوى منه بتجي. فالفن هو احد ردود الفعل، متلون وترسم وتعبر، هي احد ردود الفعل على ما يحدث بسوريا. هلا حاولت انا بالمشروعين اني التقط الحاله المختلفه عن رده الفعل السلبيه، انه لا ليش ما تكون رده فعل ايجابيه، خلي يمكن شخص ثاني يشوفها فاثر على حدا بطريقه ايجابيه رغم كل هذا الوضع. فمن هون حسيت انه في عندي الطاقه انه رغم كل صعوبه الوضع حتى بانتقالي على بيروت انه لا في عندي هدف من وراء اللون خليني ابحث عليه. فمن هون بتجيني الطاقه اني اشتغل. المشروع الأول كان اسمه سنتيمترات ملونة 1800 يوم. اخترت اسم 1800 يوم بعد 5 سنين من الحرب، 1800 يوم حرب، ف 1800 قصاصة صغيرة. سنتيمترات هي لوحات كثير صغيرة لا تتجاوز 10 سنتيمتر. فعرضناهم هون بنفس هذا المكان. هذا كان أول مشروع، مثل هو ضوء صغير في كل هذه العتمة اللي عم نعيشها، فعملت 1800 ضوء. بالمشروع هلا كمان هو في يعني هو رجعت على التشكيل اللي أنا بلشت منه. فشكلت لوحدي ضمن افكار فلسفيه صغيره حول حياتنا بسوريا. ف
فكنت تخيل دائما انه انت وقت تكون بمشكله اغلب اصدقائك بيقولوا لك انه احنا بنلاقي الحل اسهل منك لانه احنا بعاد، فان تقف بعيدا عن المشكله وتراها من بعيد فبتلاقي الحل انت فورا. فمن هون اخذت هاي الفكره وبلشت اعمل اسقاطات على طروحاتي التشكيليه باللوحه، فسميته المعرض مشهد عن بعد. هيك البسيط للمواضيع، يعني في عندك مثلا لوحات فيها حاله دراسه التوازن بين الانثى وبين مجموعه من الذكور، فبتشوف انه الحاله غير حقيقيه بالتوازن، لانه انثى واحده تنجب الكثير من الذكور والذكور ينجبون الكثير من الحرب. فكانت هي افكار انه بسيطه، حتى فينا تقول قريبه شوي على الشعر. في عندك لو مثلا لوحه عن الصياد، الصياد هو نفس الشخص اللي يبحث دائما عن السمكه، يبحث عن الحاجه. في لوحه منهم اسقطت انه الحرب هي التي تصطاد الشعب، تصطاد البشر، فرسمت انه السمكه حره والشعب كلهم معلقين بخيطان. هلا انا بعتقد انه كان بلبنان ولا بغير مكان، انه ما عم تقدم شيء يلمس حاله من الامل او حاله من الفرح رح تلاقي نسبه المشاهده له اكبر، لانه اذا تفتح التلفزيون او اي شيء دائما الاخبار هي سيئه 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 سيئه، فانه بتحاول توصل انت شيء جميل لو فسحه كثير صغيره. فانه بعتقد العالم في كثير عالم تنجذب لانه هي شيء مختلف، بالاضافه انه تلتقي بعالم جيدين بدائرتك بالحياه، هذا العامل الاول. فكان هذا الموضوع كثير ساعدني انا هون ببيروت. بالرغم من فقد الأطراف العلوية إلا أن بعض اللاجئين السوريين في الأردن أبدعوا في رسم لوحات فنية تجسد الواقع الذي بات يعيشه معظم اللاجئين والنازحين السوريين. في التقرير التالي نتعرف على قصة اثنين من هؤلاء اللاجئين. تعرضت لحادث بطفولتي عمر 5 سنوات، تم على أثربة الأطراف العلوية. تقريبا بنفس الوقت بنفس العمر كان موعد دخولي للمدرسة. دخلت للمدرسة بظروف كثير صعبة، كان كل إشي بالنسبة إلي تحدي. التحقت يعني بظروف إصرار من الأهل. الحمد لله تم، يعني قدرت أني أتأقلم. بداية بدأت أكتب، أمسك القلم بثمي، من ثم بثمي وأطرافي، من ثم بأطرافي وصدري، من ثم تصرت أكتب بأريحية بأطرافي من دون مساعدة يعني الفم أو الصدر. يعني بدأت بالرسم بالمراحل الابتدائية بشكل طبيعي، يعني مثلي مثل أي طالب. فبدأت بعمل لوحات خطية ولوحات رسم بالمرحلة الإعدادية. بالنسبة للتجسيد الأفكار أو القضايا أو المعاناة، عندي رسمة سميتها الغصة. هي الرسمة هي يعني بتحكي عن غصة كل لاجئ، بتحكي عن غصة كل جريح، بتحكي عن غصة كل مقهور، عن كل إنسان بداخله إشي ومش قادر يعني يوصله أو يعني يقدر يجسده على الواقع. ولكن قناعتي الشخصية أنه بعد كل غصة يوجد صرخة، وإن شاء يعني كل شخص راح من خلال الصرخة يوصل صوته حتى أكثر من كان من ما كان هو بده يوصل الفكرة أو الشيء اللي بداخله. أيضا في اللوحة الثانية هي تجسد المرأة السورية أو الصبية السورية التي يعني من خلال اللجوء أو خناجر الغدر التي دقت بظهرها، هي فقد أولادها، فقد الأحبة، اللجوء، ترك الوطن، فهي أصبحت بقلب مدمي
ويعني مفارقة للحياة، يعني رأسها غير موجود فعليا، مقطوعة الرأس يعني هي فعليا تجسد فكرة إنها تعاني من الموت أو الذبح وهي يعني وهي على قيد الحياة. كمان في صورة هي عبارة عن فتاة وجهها خريطة سوريا، الوجه يذرف دموع من دم، هي تجسد معاناة شعبنا، تجسد معاناة بلدي سوريا من القتل والدمار يلي عم بيصير وعم نتعرض إلو إحنا كسوريين. بشكل عام فيما يخص الفن وخاصة التجريدي يختلف مقياس الجمالية أو المعنى من إنسان لإنسان، فهي غالبا بتكون عملية تجليات من داخل كل إنسان، فهو يعني يصور الأفكار بشكل مجرد يعني منفصل تماما عن الواقع. وهذا الرسم اللي أنا أكثر بميل له لأني بحب أكون صاحب رسالة من خلال الأعمال، يعني بحب تكون في رسائل مبطنة ومعنوية من خلال رسوماتي. أنا من سن صغير برسم الابتدائي، فكانت كل مرحلة كنت أتطور فيها، فلما صرت صف السابع فرسمت رسمة كانت هي طبيعة صامتة. فأول شيء كنت أفكر حالي خلص إنه مو إنها موهبة، إنها بس إنه مجرد مثل ما بيحكوا إنه خلص الأول على صفه مثلا شيء مادة، إنه خلص الأول بالرسم، فإنه كانت عندي موهبة. وبعدها كانت كل مرحلة أتطور فيها. بالثانوي كمان كانت عندي لوحات رسمتها زجاج، بس ما كنا يعني داخلين دراسة إنه فنون أو شيء، ما بعرف شيء، فدرست رسمت على الزجاج، شاركت فيه المعارض مدرسية، فكان شيء حلو. بالنسبة للوحات الموجودة عندي، في منها لوحات بتجسد معاناة السوريين، خصوصا بالأخص هو الاتجاه الهجرة. فكانت في عندي لوحة لطفل إيلان اللي هو أبكى العالم بأكمله وأبكى الحجر، كل شخص شافه فتأثرت فيه، فرسمته عند شاطئ البحر، وكانت موجودة بعض الصخور والحيوانات كمان نفس الشيء متأثرة من المشهد اللي شافته. وفي عندي كمان لوحة ثانية كمان هي للأطفال كمان اللي ماتوا غرق نتيجة الهجرة، اللي هي الهجرة إلى أوروبا، فشفنا هم بيرتدوا ملابس النوم، فكانت في عندهم كمان تحمل شيء من الطفولة والابتسامة مغطيهم البحر كأنهم نايمين، مو أشخاص أنهم مثلا ميتين أو متوفين. فكمان كل واحد كانت مثلا جنبه هي لعبته أو شيء بيرمز للطفولة، شيء كان يلعب فيه أو موجود على طول معه. كمان رسمت لوحة تمثل الهجرة، هي الأشخاص الموجودين بالمخيمات فقدين أي شيء، كمان يحملوا من البؤس والألم اللي حصل جواتهم وأثر فيهم وبأشخاصهم، وكمان فقدان أهليهم والمعاناة اللي وصلوا لها، حتى وصلوا مثلا المنطقة اللي هي منطقة الأمان اللي تعتبر لهم. فكانت كمان في عندي لوحة، هي لوحة لأحداث حلب، طفل صغير ميت، فأثرت كمان إنه للعالم، ووصلت كمان صورته بطريقة إنه رفع إصبعه كأنه ينطق الشهادة وهو مبتسم. من المشاكل اللي كانت تواجهني، أول شيء ما كان في عندي أدوات نهائياً ولا دفاتر الرسم، كمان ما في دعم مثلا الأشخاص الموهوبة إنها طالع مثلا لوحاتها وطالع كل شيء مثلا موهوبة فيها تستمر بنجاحاتها. ما في كمان معارض
انه مثلا جهه مختصه انها تاخذ هالفنانين الموهوبين تعمل لهم معارض مثلا لوحاتهم وتشوف كمان معاناتهم مواهبهم ابداعاتهم مثلا كيف فيهم يفيدوا المجتمع ويفيدوا نفسهم ويعطوا مثلا صوره كمان حلوه انه عن بلدهم او كمان عن معاناه بلدهم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ألتقيكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.